أخبار اليوم. مبدئيا مهرجان السنه ما ينفعش ما نشاركش فيه، لان احنا يعني احنا الجيل اللي طالع بعد الناس الكبيره قوي دي، احنا بنتفرج عليهم وبنحاول نبقى ربعهم وبنحاول نضيف شويه للسينما. مشاركه لازم مهمه، شباب وكبار واطفال. يعني انا شايفه ان احنا النهارده عدينا زي هوليوود الشرق، ومصر هوليوود الشرق هتفضل نفس اللي انت شايفه. انا شايفه النهارده غير السنه اللي فاتت في تقدم زياده، فيا رب السنه دي يبقى احسن من السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. اول حاجه لازم نقولها انه مهرجان محترم، بيعبر عن مكانه الفن المصري في قلوب كل الشعب المصري. بيت المهرجان دار الاوبرا المصريه شيء مشرف محترم، وده اللي اتعودنا عليه، ورساله لكل العالم. مهرجان فن البلد اللي بيعبر عن رقي البلد دي وثقافتها وثقافه شعبها، بيتعمل بهذا الشكل وبيتنظم بالشكل المحترم ده. شكرا. مصر مصر بخير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. توقعاتك السنه دي لدوره مهرجان القاهره؟ ان شاء الله هيبقى مهرجان ناجح. انا ما شفتش منه حاجه، ولكن انا متوقع ان انا هلاقي مهرجان حلو قوي قوي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. هيدي الدوره 37 لهالمهرجان، وهذا اكبر دليل على نجاحه باستمراريته 37 ل 37 دوره. وهالنجوم اللي عم يتكرموا اليوم مثل الفنانه فاتن حمامه هن السفراء المصريين اللي دخلوا مصر الى عالمنا العربي وخلونا نحب مصر. مشاركة كاملة. لا دي أول مشاركة أنا حكون فيها بالمهرجان. نعم. الفرق ما فيش فرق، لأنه صراحة أنا شفته إنه بمستوى عالمي جدا، وده بنفتخر فيه. مصر زي الفل، ومصر جمع أعداد كبيرة جدا من الفنانين. إن شاء الله يكون فتحة خير علينا في كل حاجة. فاتن حمامه بتكرم رمز من رموز السينما المصريه، بتدي الرياده الفنيه لزميله نيلي كريم. اعتقد دي حاجه مهمه جدا، واعتقد ان احنا بنكرم اجيال رحمه الله عليها، وربنا يدي طول العمر نيلي، وان شاء الله تبقى المساله اكبر واحلى، وربنا يوفقنا ان شاء الله. انا الفنانه مارجو حداد من الاردن، سعيده قوي في تواجدي في مهرجان السينما، وان شاء الله يكون فعاليه حلوه ومهرجان حلو قوي. ميرسي لحضرتك. لا ما فيش لي مشاركة السنة دي، إن شاء الله في السنوات الجاية حيكون مشاركة. فاتن حمامة دي أسطورة، يعني كلمنا فيها مجروح جدا. دي بقول أنا سعيد جدا وفخور بهذه الدورة ضمن 37 دورة ناجحة لمهرجان اتولد كبير ويعتبر من أهم 10 مهرجانات في تاريخ السينما العالمية. فخر لمصر في الوقت ده أن هي تنظم هذا المهرجان وهذه الدورة الناجحة، ونزول الفنانين بهذا الكم يعني بيعكس مشاركة وبيعكس روح تحدي على إنجاح المهرجان وإظهار قدرة مصر على تنظيم الأحداث العالمية في وقت للأسف في قوى ظلام وقوى خراب بتحاول ترجع مصر لورا، ولكن أنا بقول مش هيقدروا، وإن شاء الله مكملين وناجحين. سعادتي بأن الدورة دي بتهدى لفاتن حمامة الفنانة الرائعة اللي بتعبر عن الشخصية العربية المصرية الوسطية اللي أعمالها لحد دلوقتي خالدة، وإن شاء الله هتظل خالدة. فأنا يعني على قد زعلي على افتقادها، بس أنا فرحان جدا بالتكريم النهاردة، وأعتقد أن تكريمها كل سنة مش كفاية.